إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي سادتي، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر. الميكروفون الآن بصحبة الزميل محمد مصطفى يحيى. الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد حمدا نبلغ به رضاك ونؤدي به شكرك ونستوجب المزيد من فضلك. لك الحمد على حلمك بعد علمك وعلى عفوك بعد قدرتك. لك الحمد أن أنعمت علينا نعما بعد نعم، رضينا بما يرضيك أنت منانا، وإن نطلب اللقيا فأنت علانا، وكل فؤاد غافل عنك صخرة، ولكنه إن ذاق ذكرك لانا. ونفس هوت في الغي من بدء أمرها، إذا ذكرت يوما تنال أمانا. من يذكر الرحمن بالقلب خاشعا، على فوق أعناق الملوك مكانا. إذا كنت تهوى الله نلت المنى، وإن كنت تهوى الناس نلت هوانا. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من هذه الساحة العامرة الطاهرة من رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام في مبنى الإذاعة والتلفزيون بالقاهرة، وعبر أثير موجات الإذاعة المصرية، ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة فجر هذا اليوم الطيب الطاهر المبارك من أيام الله تعالى. أيها الإخوة المؤمنون، من خصائص العبودية الافتقار المطلق إلى الله عز وجل، وما من مخلوق إلا وهو فقير إلى ربه ومولاه. لذلك الله عز وجل يقول: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. صدق الله العظيم. الناس فقراء إلى الله في خلقهم وإيجادهم، حيث قال الله تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. الناس فقراء إلى الله في إعدادهم ومنحهم الأعضاء والجوارح ليستطيعوا العمل، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. الناس فقراء إلى الله عز وجل في إمدادهم بالأرزاق: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. الناس فقراء إلى الله عز وجل في صرف النقم ودفع المكاره وإزالة الكرب والشدائد، وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. صدق الله العظيم. اللهم اجعلنا أفقر الناس إليك وأغنى الناس بك، اللهم آمين. أيها الإخوة المؤمنون، خير استهلال ودائما القرآن الكريم من أول سورة الأنبياء، يتلو علينا القارئ الشيخ حلم الجمل. أعوذ
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. قال ربي يعلم القول في السماء وهو السميع العليم. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، أفلا تعقلون؟ وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا يا ويلنا فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. لو أردنا
اتخذ له ولد اتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. بل نقذف بالحق على الباطل ولكم الويل مما تصفون. وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل يسبحون الليل والنهار لا يفترون. أم اتخذوا لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب بالعرش عما يصفون. فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون.
أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم
خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم، ونحن على ذلك إن شاء الله من الشاهدين. اللهم ارحمنا بالقرآن، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. استمعنا أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان إلى هذه التلاوة المباركة من أول سورة الأنبياء، تلاها علينا القارئ الشيخ حلمي عبد الحميد الجمل في مستهل نقلنا صلاة فجر هذا اليوم الطيب الطاهر المبارك من أيام الله تعالى من رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام في مبنى الإذاعة والتلفزيون بالقاهرة عبر أثير موجات الإذاعة المصرية. أيها الإخوة المؤمنون، يقول الله عز وجل وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، صدق الله العظيم، ويقول في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. فيا أخي، إذا ثقلت ذنوبك وكثرت آثامك، إياك واليأس من رحمة الله، فباب الله مفتوح بالليل والنهار، فقط أسرع إليه واطلب منه العفو والمغفرة والرحمة. سنين الجهد إن طالت ستطوى، لها أمد وللأمد انقضاء، لنا بالله آمال وسلوى، وعند الله ما خاب الرجاء، أمانينا لها رب كريم، إذا أعطى سيدهشنا العطاء. أيها الإخوة المؤمنون، حتى يحين موعد أذان الفجر نبقى مع هذا الابتهال من المبتهل الشيخ عبد اللطيف العزب وهدان. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله عليها نحيا وعليها نموت.
واغفر ذنوبنا واشرح صدورنا وأمنا في أوطاننا يا رب. ما لا الهلال على النجوم وقالا ما لا الهلال على النجوم وقالا ما مثل شهري مثل شهري في الشهور جمالا شهر الوصال مع الحبيب شهر مع الحبيب بليلة شهر الوصال مع الحبيب بليلة فيها تهيأت السماء وتلألأ السبع الطباق بزينة وتلألأ السبع الطباق ما مثل زينتها رأيت مثالا وملا وملائك الرحمن أسمع همسها وملائك الرحمن أسمع همسها رغب الحبيب رغب الحبيب رغب الحبيب من الحبيب وصالا رغب الحبيب رغب الحبيب رغب الحبيب من الحبيب
الحبيب من الحبيب وصالة جبريل هيأ موكبا لمحمد جبريل هيأ موكبا لمحمد وبدا البراق بركبه يتعالى فالله نادى للرسول فالله نادى للرسول مرحبا في قربه سبحانه وتعالى فالله نادى للرسول مرحبا في قربه سبحانه وتعالى يا ليلة الإسراء يا ليلة الإسراء يا ليلة الإسراء يا ليلة المعراج يا ليلة الإسراء يا ليلة المعراج يا ليلة الإسراء في شهر الرضا رجب الشهور يجدد الآمال قد طاب جرح للنبي بفرحة وبها يغير ربنا الأحوال قد طاب جرح للحبيب بفرحة قد طاب جرح للنبي محمد وبها يغير ربنا الأحوال يا رب فاجعل في السعادة أمتي واقبل
وقبل دعاء أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة
وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان رفع نداء الحق من ساحة مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بالقاهرة، حيث ننقل لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب الطاهر المبارك من أيام الله تعالى عبر أثير موجات الإذاعة المصرية. رفع نداء الحق المبتهل الشيخ عبد اللطيف العزب وهدان بعد أن قدم فاصلا من الابتهالات والأدعية والمدائح النبوية. اللهم إنا نسألك يا ربنا في هذه الساعة المباركة أن تبارك لنا في رجب، وأن تبارك لنا في شعبان، وأن تبلغنا رمضان غير فاقدين ولا مفقودين، اللهم آمين. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، أرى إخوانكم المصلين هنا ما بين قائم وراكع وساجد، الكل يقف أمام ربه ومولاه يطمع في عفوه ومغفرته وقبول أعماله. فاللهم تقبل منا برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة المؤمنون، من الفضائل الغائبة عن الكثير من الناس فضيلة الصمت. والله عز وجل يقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، صدق الله العظيم. والرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك الناس لا يتوقفون عن الكلام بل وعن التصفيق لمن يتحدث كثيرا، وأصبح الساكت عن الحديث إما مريضا أو انطوائيا أو متكبرا، رغم أنهم قديما قالوا: إذا تم العقل نقص الكلام. والصمت زينة بغير حلي، وهيبة بدون سلطان، وحصن بدون حائط. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا. وكان من وصاياه للصحابة الكرام: أمسك عليك هذا، وليسعك بيتك، وابك على خطيئتك. وكان أحد الصحابة يقول: هذا الذي أوردني المهالك، ويشير إلى لسانه. وكان غيره يقول: يا لسان، قل خيرا تغنم، أو أمسك عن شر تسلم. فيا أخي، اعلم أن السكوت تخلية، وأن الكلام تحلية، فابحث عن الخير في كلامك. اللهم ارزقنا صدق الحديث قولا وفعلا وسلوكا، اللهم آمين. أيها الإخوة المؤمنون، حتى يقام للصلاة التي يؤمنا فيها فضيلة الشيخ حلمي عبد الحميد الجمل، نبقى منه مع هذه التلاوة القصيرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا
تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ بسم الله الرحمن الرحيم وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب فلينظر الإنسان
صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم، وإن عدتم عدنا، وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. الله أكبر، الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أنعمت به علينا وأوليت. أنت الغني ونحن الفقراء إليك، أنت العزيز ونحن الأذلاء إليك، أنت القوي ونحن الفقراء إليك، أنت العزيز ونحن الأذلاء إليك. اللهم إنا نسألك باسمك يا حنان يا منان يا ديان يا برهان يا سبحان يا مستعان يا غفران يا ذا المن والبيان يا رب المسجد الحرام يا رب المشعر الحرام يا رب الركن والمقام يا رب الحل والحرام
يا رب البيت الحرام. اللهم انصر جندنا وآمنا في أوطاننا. اللهم احفظ بلادنا. اللهم صب عليها الخير صبا صبا ولا تجعل عيشها يا رب كدا. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم واحفظ مصرنا من البلاء والوباء والمحن ومن النوازل ما ظهر منها وما بطن. اللهم تقبل دعانا واشف مرضانا وارحم موتانا وأهلك أعدانا ولا تخيب فيك رجانا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك عليه في العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر. 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 السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. نستغفر الله العظيم، نستغفر الله العظيم، نستغفر الله العظيم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم آمين. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، قضيت على الخير وبالخير صلاة فجر هذا اليوم الطيب الطاهر المبارك من أيام الله تعالى، والتي نقلناها لحضراتكم عبر أثير موجات إذاعة المصرية من هذه الرحاب الطاهرة العامرة، رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام في مبنى الإذاعة والتلفزيون بالقاهرة. في الختام تقبلوا التحية من الإذاعة الخارجية، مهندس الصوت الزميل محمد الورداني، ومن غرفة المراقبة الرئيسية هذه تحيات الزملاء مهندس محمد مصطفى أبو الدهب، مدحت سعد زغلول، راني عبد الباسط. من أسرة التخطيط الديني هذه تحيات الزميل محمد حماد عطية. في الختام أخي الكريم، وأنت تبدأ يوما جديدا، اتق الله في نفسك، واتق الله في أهلك، واتق الله في وطنك، وضع نصب عينيك الكسب الحلال،
واعلم بأنك مسؤول أمام الله تبارك وتعالى. رزقنا الله وإياكم رزقا حلالا طيبا طاهرا مباركا فيه. هذه تحياتي محمد مصطفى يحيى من أسرة المذيعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أنتم الآن إخوة الإيمان على موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتها عن موجات البرنامج العام بعد أن قلنا لكم صلاة فجر هذا اليوم يوم الأحد الثاني من رجب من عام 1442 من الهجرة، الموافق للرابع عشر من فبراير من عام 2021 من الميلاد،